إذا مشاهدين متابعي قناة شوف تيفا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بطاقم مدينة الدار البيضاء. يعني مشكل النقل لحدود الساعة هنا في وسط المدينة، مشكل النقل كبير يعني منه بيضاويين هنا في وسط المدينة في منتصف الليل. يعني شوفوا معنا كيفاش داير الأجواء والناس يعني في انتظار أنهم يحضروا الطاكسيات. يعني الناس الهم ديالهم الوحيد هو انهم يوصلوا المنازل ديالهم في امان، انهم الهدف ديالهم واحد هو انهم يلقاو الطاكسيات باش يرجعوا للمنازل ديالهم. يعني صراحة كاينين بعض الأشخاص الله يهديهم اللي كيجيو من اللور كيبغيو يجيو لقدام الصف ويركبو هما الأولين. يعني كيفما كتلاحظو معنا بعض المواطنين اللي ولاو كياخدو طاكسيات صغار باش يمشيو، ولكن كاينين الفئة الأخرى اللي ماشي باستطاعتهم باش يشدو طاكسي حمر. هادو الطاكسيات كيديو الحي فلاح. ومعنا مواطنين في انتظار سيارات الأجرة باش نقلهم المنازل ديالهم في هاد الليل هذا ليالي رمضان. يعني كما كتعرفوا ان مجموعه من الناس مجموعه من الاسر اللي كيخرجوا معطلين من الخدمه، وكاينين ايضا مجموعه من الناس اللي كيخرجوا هما ووليداتهم من وراء الفطور. يعني الناس في انتظار حضور سيارة الأجرة باش نقولهم الهم ديالهم الوحيد هو أنهم يوصلوا المنازل ديالهم. يعني كاين مجموعة من الأشخاص يلا خارجين من الخدمة بعد يوم متعب ويوم مرهق من العمل، يعني همهم واحد هو يوصلوا لديارهم. يعني هادو الطاكسيات كيديو المنطقة ديال سيدي عثمان وحي الفلاح. كما كتعرفوا أزمة النقل دائما كاينة في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية اللي كتشهد واحد الاكتظاظ خصوصا هنا في مركز المدينة ولا في وسط المدينة. يعني كما كتعرفوا الناس خدامين هنايا، الناس كيخرجوا يتسوقوا من هنايا، الناس كيخرجوا يتساراو هنايا. يعني كنتمنوا أن هاد الشيء يقل، وهاد الحدة ديال قلة الطاكسيات أنها تحل. إذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على أمان الله، ونلقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.